السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد، اليوم عندنا للبيع مرسيدس 2016 اس 550 ماشية 25660 اربع ازرق او فصوص. السيارة هذه من الداخل بيج، بامكاننا ان نحن نشحنها الى اي مكان في العالم طالما مسموح الشحن له. السيارة موجودة في امريكا. السعر بتحصلونه مكتوب تحت في الديسكريبشن او في مواصفات السيارة، مكتوب السعر الى اي مكان في العالم، او اذا كان حد يبغيها مع التخليص والجمارك والضريبة بتحصلون بعد السعر مكتوب ان شاء الله. طبعا نحن نشتري من اي مكان في امريكا، من اي مكان في كندا. الاخوة الكرام، بعض الاخوة الكرام اثناء طلب السلعة او اثناء طلب السيارة يكتبون لي مثلا انا ابغي مرسيدس، او يكتب الاخ الكريم ابغي كورفت ويسكت، او ابغي شيء مثلا فلاني ويسكت، وما يستمر في كتابة الوصف. فما نعرف شو نرد عليه. يعني حين مثلا انا شفت اعلان، شفت طلب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من فضلك انا ابغي مرسيدس، وسكت الشخص. زين، ف لا ما لا كتب الموديل ولا كتب النوع ولا كتب شيء. فالاحسن ان الشخص يوم قد يطلب الشغلة ان يكتب السنة ويكتب النوع. يعني مرسيدس في مثلا اس 550، اس 550 في بعد اربع ابواب، في بابين كوب وفي هاتشباك. لما انت توضح لنا نحن نعرف. تكتب لنا اللون بعد، من برا من داخل، يسهل علينا ان احنا نرد عليك. موديل السنة ضروري، انا ما بعرف انت يعني بالضبط شو تبغي. فهاي الاشياء ضرورية محتاجين لها. السيارات اللي مثلا الفور ويل او سنجل، الاحسن انه بعد يكتب هو شو يبغي. اذا كانت تي جير عادية او جير اوتوماتيك، اكتب لنا نوع الجير بس، يعني اساسيات على اساس احنا نعرف نرد له، نرد عليه جوابه. الاخوة في السودان ما زال الشحن مباشرة من امريكا غير متوفر، لكن من الامارات ممكن ان احنا نرتب لكم، او عن طريق ميناء، اي ميناء ثاني افريقي نودي لكم دايركت. في بعض الاخوة الكرام من السودان يطلبون مني هايلوكس، في امريكا ما في هايلوكس. هذه السيارة طبعا من الداخل واضحة الازرار اربعة. في امريكا ما في هايلوكس، ما شاء الله السيارة في قمة النظافة. في الانواع الثانية تكوما. بعض الاخوة الكرام بعد في السودان ما زالوا يطلبون مني سيارات سالفج او مدعومة، وكذلك بعض الاخوة في ليبيا. ليبيا تعرفون في شوية يعني حظر لبعض الانواع، ولكن الانواع الثانية بامكاننا نحن نصدرها مباشرة الى ليبيا. في بعض الاخوة الكرام يعني يطلبون مني دراجة ويبغونها الى بلد معين. تكلفة شحن الدراجة في بعض الاحيان ما تكون مناسبة، لان الدراجة ما تقدر تحطيها في بلد وبروحها شرات الشحن الجوي مثلا وتشحنها، مضطر انك تحطيها في كونتينر مثلا، واذا كانت دراجة واحدة دراجة تاخذ منك وايد، يعني تكون تكلفتها اعلى. الاخوة الكرام في السعودية، المملكة العربية السعودية، الشحن الى جدة احسن لكم من الشحن الى الدمام. اول شيء ارخص، وثاني شيء اسرع في المدة، اسرع يعني توصلك السيارة او اللي تطلبها يوصلك في فترة اسرع من ان يوقف في جدة ويرد مرة ثانية يطوف ويروح للدمام. والنقل الداخلي عندكم ما شاء الله في المملكة وايد ارخص ومتوفر بكثرة. فالأحسن ان الشخص يجيبها جدة بدال المملكة، بدال ميناء الدمام. طبعا هذه السيارة في السنروف والمونروف، ما شاء الله السيارة في قمة النظافة. اللي حاب مثل هاي السيارة او اي سيارة ثانية بامكانه ان يتواصل ويانا على الارقام اللي موجودة في الشاشة. طبعا نحن
نوفر لكم السعر والنوع كل الأشياء اللي أنتم تطلبونها قبل ما نحن نبدأ أي عملية شراء. كل الأسعار اللي موجودة عندنا أو كل عملياتنا نحن الدفع مقدما، طبعا توفر عقود الاستيراد يتوفر الوصولات. شكرا لكم، منصور الحمادي.